هذا أحد الصوفية الأشعرية يتكلم فيها عن الصيام، فأبطل صيام المسلمين تقريبا جميعا إلا هو ويمكن الذين سمعوه. عند الاستنجاء. الاستنجاء هو أن بعد ما الإنسان يذهب إلى التواليت أكرمكم الله ويغسل المكان الذي خرج منه النجاسة. قضى حاجته، إذا ما نشف وجب عليك قضاء الصيام. لذلك لازم يكون في خرقة بالمرحاض قبل ما يفز الواحد، يستعمل الخرقة ينشف. استعملت الماء لما بتفز بيكون فيه الدليل، يعني بعض النقاط الماء لما بيفز الإنسان تلتصق الإليتين فالمخرج بتمتص ما يفسد الصيام، فهي لازم تنتبه إلها، لازم الإنسان ينشف قبل ما يفز. يعني بقايا الماء الذي غسلت به هو الذي سيؤدي إلى إفطارك. أحد المعلقين كاتب أنا علي قضاء صيام 37 سنة أو 37 شهر. يعني يا جماعة نحن نتوضأ فنغسل فمنا، الفم اللي هو المدخل الأساسي للطعام والشراب ويفطر الإنسان به، نغسله لكن لا ننشفه. يعني حتى عندما يخرج الإنسان ماء وكذا سيبقى أثر ولو كان بسيطا، هذا الأثر البسيط لا يفطر به. لك في مسائل، في أشياء أكبر من ذلك اختلف العلماء هل هي مفطرة ولا لا. يعني أشياء تدخل في الفم عمدا العلماء اختلفوا في هل هي مفطرة ولا لا. السواك نحن نستاك غير مفطر حتى لو كان رطبا على القول الراجح. النبي صلى الله عليه وسلم على زمانه كان الناس يستنجون بالماء، وأثنى الله على أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، فالاستنجاء بالماء معروف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يستنجي بالماء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم ينبه أصحابه على ذلك؟ لماذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبهوا على ذلك؟ لم يقولوا هذه مفطرة من المفطرات حتى جئت أنت؟ لماذا العلماء المعتبرين من السلف لم يذكروا ذلك من بين مفطرات الصيام؟ فهونوا على أنفسكم يا جماعة، هونوا على الناس، لا تخترعوا أحكاما من عندكم وتؤذوا الناس بها. في ناس ممكن تصدق ويعني يصير عندها مشكلة في دخولها الحمام بسببك. الله المستعان. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.